هيا إلى العزف الاستثنائي، إلى نشيد الأعظم قصة في القرن 21. نتائج متواضعة جداً، أحد في دوري الدرجة 1، هذا أمر طبيعي لعدة الاعتبارات مع المدرب مازن عزيز البلوي وليس الهلالية، ويعرفوا الدوري طبعاً. إنه الأرجواني نيكولاس ميليسي وهو لاعب نادي أحد اليوم. نحن نتحدث عن تفاصيل عميقة جداً خارج الخمسات. الفريق الآن الذي يتقدم ويسجل، الكرة بتمر مع راية قد رفعت على ساديو ماني، لكن كرة كانت جميلة متناقلة وصلت، الكرة بتوصل على طول وتبعد مباشرة. خسر اليوم، تحرك الآن وتقدم حاضر وكرة جميلة، والكرة كان فيها راية. هل يمكن حدوث مفاجأة؟ لما لا؟ هذا ينتظر كرة بينية مع الخيبري. أحد قد ينقض هذا، لا شك إن فعل ذلك. الاتحاد غمق، خسر في نصف النهائي من الهلال. عندنا محاولة وحالة تسلل على البولندي نيشالا، أكيد الآن عندنا محاولة وفرصة وخطيرة وإبعاد ناجح، وركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح غريب. الانطلاقة جاءت من الجهة اليسرى أمام دوبوس، يتقدم مانيه وفي المرمى نعم. النصر يعتلي الجبل ويرفع علامته ويقول أنا قادم إلى الأدوار المتقدمة. يعني ناويها من الله، كرة على طول محاولة، والكرة في خطأ على تاليسكا أن يجد نفسه طبعا في هذه المجموعة، فلا تستطيع أن يقدم كل ما لديه دون الملعب الذي حقق فيه النصر آخر ألقابة. يعان كرة بتوصل جميلة فعلا، الله على مانيه والصناعة، ولكن الكرة من فوفانا حلوة حلوة حلوة. هذا النصر أكيد أنه يمتعك ويطربك و تاريخية التي لا تنسب في تاريخ كأس الملك. أو اللي قال جويل سانتانا غلط، ما كان جويل سانتانا مدربا للنصر في نهائي كأس الملك عام 1990، كان قد رحل قبلها، وكان هنا لدينا بطاقة صفراء. والتعاون أعلى إنجاز لأندية من الدرجة الأولى في بطولة كأس الملك. بالسلامة فوفانا، وبطاقة صفراء على ميليسي، ما زال قلبه أزرق. الله الله، هذه اللي تسمعون عنها، أحلى من جول، أحلى من جول الكرة. الله الله الله، عندنا تقدم، الله الله والله على الإنقاذ من مناف ويابس. التدخل جاء في مكانه، لكن المهارة، ألم أقول لكم أوتافيو سيجد نفسه وحريته بالتحرك، ولكن هذه الكرة أكفى اللي يعني أكيد حيستنى، بس الآن تاليسكا حيستنى بس كرة توقف وحيعيدها مرة وثنتين وثلاث. يا أخي تسلطن، حضرت أحد، هل من انطباع؟ خطأ 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 يحتسب لمصلحة نادي النصر، والخطأ على هاريس حريصي بالقبيلة، اللاعب الذي
كرة ترسل مباشرة بالرأس، كالدلافورت أن يفعل ذلك، لكن كرة اعتلت العارضة. هذه الكرة العالية مباراة لا شك أنها في البدلاء الآن. ما زال هي دوارة. لقد فعلها بشلال. يصعب اجتيازه بسهولة. الله متحرك، لكن شوط أول رائع وفظيع، ونعيش بين شوطين. وشاهد في آي بي، أذكر أصدقائنا كان قد قدم شوط مثالي وشوط محترم جدا في أدائه التكتيكي وفي على تنفيذ خطأ بترسل الكرة بالرأس من تاليسكا إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. سيكون هو ردا لكل من غاب. الله على كرة وتحولت بوشل يلجبري، حضرت فوفانا بشوت. الجبل ما كان لها حل إلا ذلك. فوفانا يضرب بصاروخ يدوي في الجبل ويستقر. من جديد تالس يرسل كرة عرضية خطيرة جدا سريعة، صفة وميزة للفريق المديني. عندنا على طول عالية. الله، هو بس هو تاليسكا يجب أن يكون في الملعب حاضرا ومسجلا ومميزا نفسه عن الجميع. لا يسجل الأهداف مباشرة الآن. كرة من جديد ومحاولة وفرصة للرابع. نعم الرابع. أيمن يحيى لابد أن يكون له بصمة كلما ظهر في دقائقه وحضر في ثوانيه. وما ليلة الأهل دبي منكم ببعيد إذ يحضر كذلك. الله السابق وبخبرة دولية وحضور عالمي دائم هدف رائع.